أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل فيستيفال إيت. حلقة الليلة مميزة بكل الأشكال والطرق. ليه؟ لأنه المطعم ذاته مميز. مطعمنا الليلة شوكوميلت. يلا زي ما انتم شايفين المكان والديكوريشن الواحد محاوط بالشوكولاته من كل حته، حاجه خرافيه. خلينا ندخل في الكلام الجد. ده الطبق الاول اسمه بيبي داينامايت، يمكن تقريبا ما تقريبا هو البيست سيلر بتاعهم، عباره عن سوفت كراميل ايس كريم، ده الجزء الفوق، بعدين فج، بعدين ايس كريم بتاع فانيلا، بعدين براونيز. بيجي معاها شنو؟ الهوت شوكليت بينزل كده. قمة الدلع. لو انتم ملاحظين انه الكراميل قاعد بيسيح وبينزل على اللي تحته، انتم ممكن تقربوا كده، قربوا قربوا. شايفين انتم الشغل كيف بيحصل؟ دلعني دلعني دلعني. الليله يا اما انا يا اما شوكوميلت. خلينا نشوف. لو ما ده كان احلى ديزرت في العالم، حيكون شنو؟ حاجه زي دي حتى لما تجي تبلع تبلع بشنو؟ اويا اوريو. وهو ده الميلك شيك بالظبط زي ما الكتاب بيقول. نجاح باهر. ندخل على الطبقه اللي بعده. طيب دي حاجه تقريبا ما في زول فيكم شايفها في اي مكان ثاني، ما اظن انها موجوده في اي مكان ثاني. كنافه تشيز كيك. كنافه من جواها ستروبري وتشيز، اللي هو تشيز كيك يعني من الستروبري جوا الكنافه. ولو جربتوا حتشوفوا من جوا في طبعا ستروبري صوص. أنا أسعد واحد في الدنيا. لا، لو أنتوا فاكرين الموضوع كده بس، لوتس سايح حار. نجرب. وآدي يا جماعة أول لقمة. فقدت القدرة على الكلام، فقدت القدرة على التعبير والكلام والنطق. والله مجرد انكم توصلوا الاستروبري اللي تحت او الاستروبري اللي جوا، احاسيس مختلفه. شفتوا في الاول الاويا اوريو ده اسمه بيري فيكتوريان. نجح نجح نجاح باهر. انا الليله حعيش هنا، هنوم هنا خلاص. بعد ما اخلص تصوير انا قاعد هنا. انا ما اظن انكم انتم جاهزين للطبقة الجاي. يلا. دي يلا اسمها شنو؟ رازبري تشيز كيك، اوكي؟ طبعا ده هتكلم لما اقول شنو انا ولا شنو؟ ده الرازبري صوص. طبعا تعليمات الشيف انه لازم يتحط كده بالجنب. مش على التشيز كيك، لا بالجنب كده. تقريبا في هدف من الموضوع يعني. الشكل بقى طبعا خرافي. المفروض انا اشتغل معاهم هنا. ممكن نجرب كده نشوف. طيب ناخد القطعة الأولى. فيكتوريان تشيز كيك. نجحت. شوكليت ميلت. شوكليت ميلت إلى الآن مكان المفضل للديزرت. دوحة فيستيفال. والله لازم تجوا وتطلبوا الحاجات دي وتجربوها عشان تعرفوا الإحساس اللي أنا حاسه. أنا أسعد واحد في الدنيا. أنا عندي أحلى وظيفة في التاريخ. أنا مبسوط جدا. جاهزين للي بعده عشان أنا طبعا جاهز. ونجي لطلبنا الأخير وطبقنا الأخير. كريب نوتيلا في ألموند سلايسز. يعني الألموند ذاتها جايبينها كده ومحمصينها كده بطريقه كده مكسرينها او مقطعين. حاجه خرافه خرافه خرافه. طبعا مع تركيش كوفي. طبعا هنا عندهم طبعا جميع انواع الكوفيات هتلاقوا، هتلاقوا من كابتشينو لامريكانو، كل الانواع بتاعت الكوفي اللي انتم تحبوها. طبعا انا ما بشرب غير تركيش اذا شربت قهوه. شوكولاته شوكولاته الودانا شوكولاته. يا جماعه شوكليت ميلك والله العظيم نجح. نصيحة من واحد عارف هو بقول شنو. شوكليت ميلت تجي هنا
بعد ما تخلص الغداء بتاعك، بعد ما تخلص العشاء بتاعك، جيب اصحابك وناسك، نوتيلا تلاقي، ستروبري تلاقي، بيريز تلاقي، شوكليت تلاقي، لوتس تلاقي، كوفي تلاقي، طبعا من اي حاجه، من امريكانو، من هوت شوكليت عندهم. باي ذا واي انا عن نفسي طالب تركيش كوفي. شوفكم الحلقه الجايه فيستيفال ايد، ما تنسوا تابعونا، لايك شير، وادونا مقترحات، قول لنا انتوا عايزين تشوفوا مطاعم شنو، عايزين تشوفوا، انتوا ادونا اقتراحات واحنا معاكم. اشوفكم المره الجايه، سلام. We'll be right back.